السلام عليكم ومرحبا بكم في محاضرة جديدة. اليوم راح أشرح لكم سؤالين من أسئلة البازل البلمونولوجي اللي أنا انتخبتها لكي تكون كأسئلة أساسية للآيفون. الآيفون كما مثل ما تعرفون هو امتحان مشابه لامتحان الـ USMLE Step 2. الآيفون طبعا الثاني اللي هو Clinical Knowledge فهو مشابه لامتحان USMLE Step 2، بس بيه طبعا فروقات والأسئلة تكون نوعا ما شوية أسهل وعدد الأسئلة أقل. فراح أشرح لكم بعض الأسئلة وبعض النماذج من الأسئلة اللي أنا انتخبتها لهذا الامتحان كأفكار. هنا طبعا تهمنا الأفكار مو تهمنا الأسئلة نفسها، يعني إحنا مو السؤال نفسه راح يجينا نصا بس راح تجينا الفكرة من السؤال، فهذا اللي يهمنا. فبالنهاية إحنا تهمنا الأفكار فنستخلص الأفكار ونطبقها على بقية الأسئلة، وهي نفس الأسئلة بالنسبة USMLE Step 2، فالأفكار هي متشابهة فإحنا نأخذ الأفكار من عنده. فالسؤال الأول خلي أكبره، السؤال الأول عندنا 25 years old man، رجل عمره 25 سنة، recovering in the hospital from an open repair of the of his broken femur. فهو كان عنده إيش كسر في عظم الفخذ، which he suffered during automobile accident، تعرض لحادث سير. وبعد العملية بثلاثة أيام post operative day 3 he developed، شوفوا الكلمة هنا sudden مفاجئ onset of shortness of breath، صار عنده صعوبة في التنفس بشكل مفاجئ، وعنده طبعا صار عنده مشاكل وألم في وعدم الراحة في منطقة الصدر، و his temperature شوية ارتفعت درجة حرارته، والheart rate دقات القلب 180 بالدقيقة، طبعا هذا عالي، احنا نعرف 108 اسف مو 180، احنا نعرف ان دقات القلب تقريبا هي من 60 الى 100. هنا تقريبا صار عنده تيكوكارديا، والبلود بريشر نازل، والريسبيراتوري ريت عالي صاير، يعني عدد نبضات التنفس، صار عنده تيكوبنيا، صار عنده تيكوكارديا وتيكوبنيا. ان اوكسجين ساتوريشن از ايش قد 89% ان روم اير. طبعا هنا أنا هذا هسه هاي المفاتيح اللي انطيتكم اياها تكفي لو الطالب فهم انه شنو عندك، عندك ريسك فاكتورز وعندك اعراض، لو فهمتها انت خلاص فهمت السؤال، فانت ليه هنا أنا تقريبا تقدر تحله. طبعا اللي تسبب هاي الاعراض كلها هي حاله اسمها بولمونري امبوليزم. شنو معنى امبوليزم؟ يعني خثره طارت من مكان الى مكان ثاني، لما صار عنده كسر في عظم الفخذ. فطبعا هنا الكسر راح انه يكون في المستشفى راح يجبسوا له القدم، والقدم راح تكون ثابته ما تتحرك، فالدم ما راح يقدر يدور بها بشكل طبيعي، فممكن راح يصير عندك بالدي فينس تبع القدم ثرومبوس خثره، وممكن هاي الخثره تنكسر وتطير وتجي الى البولمونري ارتري وتجي وتسده وتسوي لك بولمونري امبوليزم. فهو هذا صار عنده بولمونري امبوليزم، وغيرها مو بس الريسك فاكتور انه هو مسوي عمليه للاورثوبيديك سيرجري او عمليات الكسور وغيرها، انه عنده اعراض. اول شيء sudden shortness of breath، شيء اجى مفاجئ. ثاني شيء شنو عنده؟ تيكوكارديا وتيكوبنيا، وهذه اهم شيء نعرفه. ليش صار عندك تيكوكارديا وتيكوبنيا؟ لانه لما صار عندك pulmonary embolism صار عندك نوعا ما هايبوكسيا او هايبوكسيميا، انه الاكسجين قل، طبعا المنطقه من الرئه ما راح تشتغل بشكل طبيعي، فبالتالي القلب راح يعوض عن طريق زياده الهارت ريت، وطبعا الرئه راح تعوض عن طريق زياده الريسبيراتوري ريت، فراح يصير عندك تيكوكارديا وتيكوبنيا. وشوفوا الاكسجين ساتوريشن نوعا ما قل، طبعا مو يكون بولمونري امبوليزم يقل الاكسجين ساتوريشن، مرات يظل نفسه بس مرات يقل هوايه، كونه راح يصير عندك هايبوكسيميا وهايبوكسيا، لانه ما راح المريض يقدر يتنفس بشكل طبيعي. المهم فهذا الشيء اللي عام اكثر نقدر نعرف اعراض اكثر هو انه يصير عندك accentuated heart sound الثاني، انه الصوت الثاني يبدا شيء يصير بيبدا ينفصل. طبعا الصوت الثاني بس حتى تعرفون انا عندي فيديو كامل عليه شلون ينفصل الصوت الثاني. المهم الصوت الثاني هو لو صوت القلب لب دب لب دب لب دب، هذا الصوت الثاني هو عباره عن انسداد الصمم من الاورتيك والبولمينري فالف. فلما يصير عندك بولمينري امبوليزم الضغط على البولمينري فالف يزداد، فراح يتاخر انه ينسد، فراح ينفصل عن البولمونري عن الاورتيك، فراح نسمع انفصالهم. فطبعا هذا مو خاص فقط في البولمونري
امبوليزم، بس ينطق دلالة انه اكو ضغط على البولمينري ارتري وعلى ايش، على البولمينري فالف، على الشريان الرئوي والصمام الرئوي، فبالتالي اذا يصير عندك تاخر هواية حالات ممكن تسببه، من ضمنها هذه الحالة. فنقدر نعرف من عندها انه ايضا هذه اضافة. فهذه لو خلينا الاعراض التيكوكارديا وتيكوبنيا والانفصال او السبليت للصوت الثاني، وايضا ويا ارتفاع درجة الحرارة، صار عندك مايلد او يعني فيفر، خلينا نقول او لو جريد فيفر يسموها، فهذا ايضا دلالة. ليش يصير فيفر؟ لانه راح يصير عندك انفلاميشن في هذه المنطقة، فايضا راح يصير عندك فيفر. فالمهم فهذا منطقتنا 100% دلالة انه عندك بولمونري امبوليزم. ضاف لك عليها عندك زايد الدي دايمر. الدي دايمر بس حتى تعرفون شنو هذا، عندنا لما تتحول او تصير خثرة عندنا شغلة اسمها الفايبرنوجين، يتحول الى فايبرين. فراح شي يسوي كأنه دعامات راح تلزم لك البليتلتس والريد بلاد سيلز لما تصير خثرة، فاكو دعامات راح تلزمها. فهاي الدعامات متكونة من الفايبرين اللي هو اصلا جاي من الفايبرنوجين. فالجسم يحاول يكسر، لما صار عندك خثرات يحاول يكسر جزء من هذه الخثرات حتى يزيلها. فلما يكسرها هذا الفايبرين، هذا الفايبرين اللي صار حتى يسوي خثرة، لما يتكسر يسموه دي دايمر. فلما يزداد في الدم معناته عندك عمليا اكو خثرة صارت. بس وين الخثرة؟ هذا الفحص ما ينطيك دلالة وين الخثرة، هذا ينطيك انه صارت خثرة. طيب وين؟ ما نعرف. فاحنا ما نقدر نعتمد عليه حتى نقول عندنا بول من الامبوليزم، بس نعتمد عليه انه صارت فيه خثرة. فخلاص فهمنا صارت فيه خثرة وصارت عرفت بولمونري امبوليزم، اذا عندك بولمونري امبوليزم، الشغلة واضحة. طيب المهم فصعد عندك الدي دايمر وغيره. الان افتهمنا انه عندنا بولمونري امبوليزم، طبعا منطينا الانجيوغرام هنا اللي هو يعني انه حطوا صبغ في الشرايين وقام يشوفنا. فلو نلاحظ هذه المنطقة نلاحظ انه الصبغ مدى يقدر يجي بيها وصايرة سودة المنطقة هنا، هذا التبقع الاسود معناته انه عندنا انسداد صاير في هذه المنطقة من الشريان الرئوي. فافتهمنا انه عندنا بولمونري امبوليزم وافتهمنا القصة كلها. هنا ده يريد يسألنا مدى يقول لك انه عندك بولمونري امبوليزم او ما عندك بولمونري امبوليزم. السؤال هنا ذكي، يقول لك شنو التغيرات اللي صارت في الرئة؟ الاير واي ريزيستنس، الالفيولار ديت سبيس، شنو اللي اسف ديكريزد، يعني شنو اللي قل؟ الاير واي ريزيستنس، مقاومه الاير وايز او المجرى التنفسي، الفيولار ديد سبيس. طبعا شنو معنى الفيولار ديد سبيس؟ يقصد به المناطق التي لا يتم تبادل الغازات منها. هنا كلمه ديكريز يعني قلت. طيب لما احنا منطقه من الرئه مدى يوصلها دم، لنفرض هذه المنطقة، معناها الديد سبيس زاد لو قل، ونحن نعرف يعني شنو الديد سبيس، منطقة لا يتم فيها تبادل غازي. طيب هنا دم مدى يوصل يعني مدى يتم تبادل غازي، يعني عمليا الالفيولار ديد سبيس زاد وليس قل، فنعوف هذه أيضا. إذا مو هذا الجواب الصح. والأيروي ريزيستنس ما لها علاقة هسه بالشريان الرئوي. الالفيولار فنتيليشن، طبعا احنا عندنا تيكوبنيا. شنو تيكوبنيا؟ يعني عدد مرات التنفس زادت، فالفنتيليشن بالرئه زاد ما قل، لانه البقيه من الرئه ده يشتغل، فقط هذا الجزء ميت من الرئه، فبالتالي الفنتيليشن زادت ولم تقل. زين البولمونري كومبلاينس والبولمونري فاسكولار ريزيستنس، هذه مهمه نفهمها. طبعا لانه صار عندنا انسداد في الشرايين، الرئة والرئة الثانية تحاول تعوض عن منطقة الانسداد، فالبولمونري فاسكولار ريزيستنس أو مقاومة الأوعية في الرئة راح تزداد وليس تقل. بقى عندنا جواب واحد اللي هو جواب دي واللي هو الجواب صح، البولمونري كومبلاينس، مطاوعة الرئة، هو هذا اللي راح يصير به تغيير. شنو معنى مطاوعة الرئة؟ كلمة مطاوعة شنو تعني؟ أي أنه شيء يكون مطاوع لك. من نقول لك صديقك مطاوع لك، يعني شلون ما تريده يجي وياك، صح؟ صديقك مطاوع لك، تقول له تعال منا يجي وياك، منا تقول له تعال روح هناك يجي وياك هنا. نفس الشيء الرئة لو كانت إلها قابلية أكثر على أنه إيش الطاوع الستريتش، يعني أنه لما يصير ستريتش بسهولة يصير لها ستريتش، معناته المطاوعة زايدة. طب هنا بالبولمري امبوليزم راح يصير عندك انفلاميشن، وهاي المنطقة راح تلتهب، وراح يصير عندك مواد والتهاب وبولمري اديما وغيرها.
طب لما يصير التهاب المطاوع هنا راح يعني السهل راح يصير انه تفتح الرئه؟ لا طبعا، هاي المنطقه راح يصير من الصعب انه يسوي لها سترتش، فالمطاوعه دتقل عمليا، المطاوعه ايش يصير بها؟ دتقل. فاذا الجواب الصح هو decrease pulmonary compliance. متصور الامور انفهمت. فهذا بالنسبه ايش السؤال الاول. نروح على السؤال الثاني اللي وراء. السؤال الثاني اللي راح أشرحه، طبعا هذا السؤال يبين طويل ويخوف الطلاب، لكن لو نجي عليه هو سؤال سهل وسهل تعرفه. شوفوا هذا السؤال ممكن يتشخص من الأكس راي. الآن ليش أنا خال أكس راي في هذه الأسئلة؟ لأنه ممكن في هذا الامتحان تجي لك صور يقول لك شخصها. إذا تلاحظون هذه المنطقة تشبه الإبهام، لو شفنا إبهام الإيد هذه المنطقة تشبه، هذه يسموها thumb sign. لو شفناها معناها عندنا التهاب الإبيغلوتس، اللي هو شنو الإبيغلوتس؟ هذا عبارة عن غشاء يحيط التراكيا من فوق، فلما يجي الطعام ينسد، ولما يروح الطعام يفتح عشان يدخل الهواء وبعدين ينسد بهذا الحالة. فلما يلتهب هذا لو شفناه بالإكسراي راح يكون على شكل الإبهام فيسموه thumb sign. هذا شنو؟ هذا الالتهاب خطير جدا، يسموه pediatric emergency، يعني حالة طوارئ الأطفال. أغلب الوقت يصيب الأطفال تقريبا بين حدود السن السابعة الثالثة. مشكلته شنو؟ إنه هذا لو التهب، لو التهب تخيل هو فوق التراكيا اللي هي يعني القصبات الهوائية وغيرها، فلو التهب راح يسوي انسداد للقصبات الهوائية راح يموت الطفل، فهذا شيء خطير جدا فلازم نحله. فطبعا الجواب لهذا السؤال سؤال سهل، إنه إيش لازم نسوي في هذه الحالة؟ لو عندنا التهاب لغشاء وده يسدنا ممكن المجرى التنفسي، فهذه حالة emergency. فقبل ما نعطي أي علاج لازم شو نسوي؟ نسوي شيء اسمه secure the airway. شنو يعني؟ يعني حاول تحافظ على المجرى التنفسي. شلون؟ عن طريق إدخال تيوب اللي هي نسميها عملية الانتوبيشن، ندخل تيوب داخل التراكيا حتى وين التهب هذا أكثر ما راح يقدر يسدها، لأن أكو أنبوب دخل في القصبات الهوائية راح يتم من خلال عملية التنفس للطفل وإلا يموت الطفل. فهذا بشكل سريع. خلينا نجي على السؤال حتى نفتهمه أكثر. شوف السؤال إيش يقول لك. شوف تشوف السؤال طويل وممكن تخاف من عنده، بس هو مو بهذه الصعوبة. A three years old child. شوف هاي أول شيء السنوات، عمر الطفل إيش قد كان. Presented to the emergency department with fever. هذه مهمة. ليش حطيت على الفيفر كشيء مهم؟ لأن لازم نعرف أنه أكثر الوقت أو هو السبب الأساسي للإبيغلوتايتس التهاب هذا الغشاء هو البكتيريا. أنواع البكتيريا اللي ممكن تسببها هو ستريبتوكوكس، ستافيلوكوكس، وهيموفيلس إنفلونزا. الهيموفيلس إنفلونزا أحد أنواع البكتيريا اللي تسبب هذا الالتهاب. هذه البكتيريا إلها لقاح وأكثر الأطفال يأخذوا، فقلت نسبة حدوث الإبيغلوتايتس بسبب اللقاح اللي نعطيه للهيموفيلس إنفلونزا. بس ممكن الستريبتوكوكس، ممكن الستافيلوكوكس، هذه البكتيريات ممكن تسببه، وهو حالة خطرة جدا، لأنه لو صار الالتهاب في هذا الغشاء راح تنسد المجرى التنفسي أو ينسد المجرى التنفسي، وبالتالي الطفل ممكن يتعرض للموت لو ما استطعنا أنه في الوقت المناسب نحصل ونفتح الإيرواي وندخل أنبوب حتى لو زاد الالتهاب إنه هو ما راح ينسد عنده المجرى التنفسي. المهم he is normal pregnancy he has healthy. مهم كل كلام immunization up to date. هو ما أخذ لقاحاته، بس شنو المشكلة؟ ممكن بكتيريات ثانية سببته مو إلا الهيموفيلس إنفلونزا. This morning he appeared to be in his usual state of health. المهم بعدين later on his teacher noticed he suddenly become fuzzy أنا فلاشت. شوف كلمة suddenly يعني شغلة جتي أكيوت، هذه عرفوها إنه شغلة جتي بشكل مفاجئ. He could not be with toy. يعني ما قال ما قدر يلعب. المهم he felt warm to touch. كلام عام. المهم عدة فيفر مبين 39 درجة سيليزية. His parents were connected immediately. يعني خبره أهله والدو. المهم هو بين انه هو توكسيك، يعني ايش؟ مبين عليه اعراض شديده. and he has a loud labored breathing. يعني نسمع صوت التنفس وبجهد طبعا، وصوت عالي للتنفس، وهو قاعد sitting upright breaching himself in his arm and neck hyperflexed. قاعد بهذه الوضعيه، يعني بهذه الطريقه قاعد مستقيم وبهذه الطريقه. ليش؟ ده يحاول انه هذا الغشاء يخليه يجي للامام، لا يخلي ثقله يجعل تراكيا، فده يحاول انه يفتح هذا الغشاء بشكل انه هذه الوضعيه هي اريح له. فمن هذه كلها نقدر نعرف انه عنده
مشكلة في الاير وين نكمل. شوفوا أهم جملة جدا يقول لارنجوسكوب، لما شفنا باللارنجوسكوب وأنا بهذا المنظار شفنا باللارنجوسكوب دخلناه وشفنا فتحنا الفم ودخلنا اللارنجوسكوب وشفنا الإبيجلوتس الغشاء هذا، شفناه صاير تشيري ريد إبيجلوتايتس، يعني صاير لونه أحمر وملتهب. فخلص أنت عرفت صاير عندك إبيجلوتايتس، سويت أكس راي عرفت عندك ثامب ساين، ومن هذه الأعراض كلها عرفنا أنه عندنا إبيجلوتايتس. فالوضعية طبعا هنا أيضا لها دلالة كانت، بس هذه الجملة تكون كلش دالة. يعني لو شفتها في السؤال كاتب لك أنه أنت باللارنجوسكوب شفت تشيري ريد إبيجلوتايتس، خلص أنت هذا السؤال عرفت جوابه. هذا السؤال جوابه يقول لك what is the most appropriate next step in management، قال لك شنو أفضل شيء تسوي في إدارة الحالة لهذه الحالة. الأنتيبايوتيك ثيرابي مو غلط، وبالفعل هو لازم ننطي أنتيبايوتيك حتى نعالج، لأن هو بكتيريا تسببه، لكن هذا أول ما يجي مشكلته خطورته أنه ما راح يموت من البكتيريا، راح يموت من الالتهاب اللي راح يسد القصبات الهوائية. فأول شيء نسوي نيزل تراكيال انتوبيشن، نسوي له عملية الانتوبيشن، ندخل أنبوب حتى نفتح القصبات الهوائية وننطي مجال إلى أن يصير عملية إلى أن يشتغل الأنتيبايوتيك وغيره ويروح الالتهاب ورا مدة. فأول شيء نسوي لأن إيمرجنسي نسوي له انتوبيشن، ندخل أنبوب وبعدين ننطي أنتيبايوتيك ونمشي الأمور. الأنتيبايوتيك هو صح بس مو الخيار الأول، هذا الخيار الأول ممكن بعدين هذا الخيار الثاني. الكورتيكوستيرويد أو استيرويدات تقلل المناعة، فهذا الخيار خطأ أصلا ما راح نستخدمه في هذه الحالة ولا يستخدم. الأوبزرفيشن فقط تلاحظه، طبعا راح يموت لو فقط لاحظته. تراكيوستومي اللي نسوي فتحة في التراكين حتى ندخل، هذا في حالة لو فشلت الخيار الأول، فشل الانتوبيشن ما قدرنا ندخل تيوب، فراح نضطر نسوي تراكيوستومي إنه نفتح له فتحة في التراكيا وندخل من عندها الأنبوب. فهذه حالة ثانية لو صارت. فأهم شيء نعرف إنه سي هو الجواب الصحيح لهذه الحالة. فهذه حالتين حبيت أشارككم بها وفهمكم شنو ممكن الأسئلة تجي بيا نمط. طبعا هذه الأسئلة مو نفسها راح تجي، لكن هاي الأفكار مجتمعة ممكن تجي من عدها. أنا حاولت أخذ الأسئلة اللي بيها عدة أفكار، يعني نفس الصيغة اللي نفرض البيجلوتايتس أو البولميري إمبوليزم، لكن عدة أفكار أو عدة محاور على السؤال نفسه حتى لما أشرح لك يا تفهم الفكرة من عنده، وبالتالي شون مغيره والأسئلة أنت تقدر تجاوب على نفس الفكرة. فلو جاك البيجلوتايتس أو جاك البولميري إمبوليزم تقدر تقاربها بطرق مختلفة. فأشكركم لاستماعكم وألقاكم في فيديو آخر. يلا سلام عليكم.